كان معنا منير. والدي يدير الله على سنك ما يمكنش يطلع ضربه واحده في الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. ليله سعيده في هذا اللايف ايضا المحتم طبعا لتقريب الصوره من الانشطه التي تقوم بها جمعيه الرحمه للايواء. الحمد لله الناس تعشات وراها راكده وكاين الخوت اللي مازال معنا هنايا. وهذه نطلب منكم واحد المساعده، حاله اجتماعيه انسانيه اللي ان شاء الله غادي نتعرفوا عليها، ويكون لكم راي ويكون لكم قلب وتكون لكم عاطفه ويكون لكم دون شك احسان. طبعا الحاضر الان السي جعدار محمد ديما معنا، الاخ الضيف فكرني بالاسم، ها؟ رضوان. معنا مدير موقع اوريون 24 صاحبي منير الشيتر، فريد بوشيخي الناس معروف كذلك في الميدان الاعلامي، ومعنا كذلك اعز الدين ديما معنا في الجمعيه هو، ومعنا الوجه المالوف قول لهم السميه. طيب. الطيب بين الناس معروف، وراه معنا يضرب لاتاي وراه مخير، ومعنا الاخ حتى هو الاسم ديالك. البريد محمد هذا راه جاي معنا اربع شهور، ومعنا الاخ معروف في الشارع قول لهم الاسم. عبد الحميد مني ملان. مني ملان، وهذا نعرض لكم الحالات ديالو حتى هذا معروف. اوه ذهبيه طبعا راه معروفه المناضله، ولا لا حكيم ابو علام راه ماشي عاديه، وخويا المنصوري ياك منصوري محمد اللي غادي نشرح لكم الحاله ديالو، ومنعم الطالبي طبعا معنا في الجمعيه، والاخ ديالو السي منصوري كذلك. نبداو بالحاله الاولى، هي هذه الحاله. السي منصوري بلا ما نقربكم الكاميرا، العين ديالو مهدده بالعمى، شبكه ضروريه، عمليه جراحيه، فوقاش دار الاخ دي يعطينا المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الجميع على الاستضافه في جمعيه الرحمه الايواء، والشكر الجزير للسي عز الدين البدري. الشكر المتبادل ان شاء الله. غادي ندخل في الموضوع ديال خويا. طلبوا له عمليه جراحيه في الدار البيضاء. الدار البيضاء واه. مستعجل. جينا عند نصر الدين الحواد، قال له عندك عمليه جراحيه على الجلاله وطيحت له الشبكه. الشبكه واه. شحال طلبت القيمه الماليه؟ هو حددنا على حساب 3 المليون. 3 المليون. فين وصل الان؟ انا كنت صنيت للوالده ديالي قالت لي ما عنديش هذه القيمه، عندها 500000. 500000. لان اتصلت بالوالده. يعني 500000 ما كافياش. ما كافياش. يعني كانت دارت، كان الاخ حسيني، كان الاخ بوفر البكاي، كان واحد المجموعه من الاخوه تاع مدينه بركان اللي دار واحد البادره الله يخلف عليهم، والله يخلف على ساكنه مدينه بركان هنا وبالجاليه، والله يخلف على ساكنه المغرب كلها في هذه المواقف، انها ولكن لحد الان ما تجمع القيمه الماليه. العمليه الجراحيه فوقاش؟ هذه في لويت. 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 اذا العمليه الجراحيه هذه دار الاخ ديالو هو هذا، والعين ديالو مهدده بالعمى 100%، لويت خصها 3 المليون. ولحد الان القمال هذا السيد حنا كنعرفوه ما نخجلوش، انه عنده براكه، براكه عاد ماشي بالرخصه ديالها في اطار ماكلتي او فطر، ولكن براكه في اطار البيع الجائل، وعنده هذه البراكه كيدير مع عصير مسكين كيدفعها، متزوج، عائله فقيره، ما كاينش المال نقولوها نيشان، انسان معوز مقدع فقير جدا، وكاين 500000 وخص 2 المليون و500000. نبشرك خيرا، هنا معنا واحد المفاجاه طبعا. السي منير الشيتر اتصل بواحد الشخص ياك خويا منير بين انسان محسن. انسان محسن. وشحال هذه تعطي له؟ عطاني ما قدروه 250. وهذه عندك هنا درك؟ ان شاء الله. يعطيها. هي بعدا واحد البركه بانت. بنت واحد 250000، زيد هاد ديها الوالدة ديالك، حسبها منعم بن خف، راه يكون منير الشيتر نص شي 10000 في الجيب. 10 12 14 16 18 250. عطيها للاخ، عطيها للاخ المريض. اذن هيا دروك رانا وصلنا ان شاء الله، عطيها للاخ ديالك، هيا 250000 بنت. والشكر للانسان المحسن واللي دار الثقه في منير ونتمناو اننا كيما رانا هنا، لان انا سمعت واحد المجموعه نتاع الاسماء اللي سردهم عليا الاخ بوفرة، كلهم من حي القدس ومن احياء كل الحي، احياء تاع مدينه بركان، وربما حتى انسان مغربي، وربما انسان عربي، وربما انهم يجودون بالخير ويجودون بالكرم، وتلين قلوبهم وتدمع لهذه الحاله. خوتي في جمعيه الرحمه للايواء احنا توجدنا باش نديروا بحال هذه المبادرات، الحمد لله ان هاد الناس طرقوا الباب ديالنا، ما يمكنناش نغلقوا الباب، وما يمكنناش نغلقوا اللايف، وما يمكنناش ما نتعاونوش كاملين
حتى النزلاء ديالنا اللي في الجمعيه ها هما معنا نازلين حتى بينداج خصنا نتعاونوا بينداج ها معاونه زينه ولا ماشي معاونه زينه ان شاء الله معاونه زينه وهنا ندير واحد العريضه ونولي لبينداج بينداج طنط راك عندنا هنا مليح ولكن واش راك مريض ولا راك صحيح لا مريض الا خصني الدواء خصني البارح باش راك مريض كل ما يحل تمشي لبيت الماء ما نجمش ما تقدش تبول فعلا بينداج لا حياء في الدين ما يقدش يبول كي كيدخل لبيت الماء كيجي في بيت الماء جوج سوايع ثلاثه وهذه دعوه لبات الليل انا بات نافايت لبات الليل اللي هو يتوجه بينداج راه عندنا مليح كان كانت اليد مطبله قد الديناصور الحمد لله والشكر لا 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 المستشفى الدراق قولوا الشكر انهم وقفوا معك الحمد لله اليد برات ولكن باقي درك البوله راك تبول خصك انك تبقى تبول ما تقدرش في بيت الماء بزاف نطرقوا غادي نطرقوا باب المندوب ونطرقوا مستشفى الدراق وانت في اطار لاس دي اف اطار لي سون زابري ان شاء الله انك هذه تبرى بديك بداكش قول امين امين تسميه الوالده حلوه والوالد الله يرحمهم بالرحمة الواسعة الله يرحمهم بالرحمة الواسعة أخويا بينداج آمين يا رب الله يرحمهم قول الله يرحمهم ويوسع عليهم عزاز عليك الوالدة عزيزة عليك آمين يا رب العالمين معنا إذن حالة أخرى هاد الأخ كذلك معنا راه معنا في 4 شهور ولا 5 بلا راك معنا غادي في 5 شهور بلا راك معنا وشنو عندك المشكل؟ عندي حديد الحديد في الرجل كذلك السيد المندوب الاقليمي السيد مندوب وزاره الصحه مستشفى الدراق هذه ان شاء الله غدا ولا بعد غدا نمشيو عند السيد المندوب انه يقلع لك داك الحديد ان شاء الله لان كانت السون زابري وكتسمى مع الاس دي اف وكاين توصيات نتاع جلاله الملك نصره الله في اطار المشروع 2019-2023 باش يكون الاهتمام الكلي بهذه الفئه هذا السيد راه عندنا فيه الحديد خصنا نقلعوا له الحديد وكاين واحد اخر سي اخويا كسميتك تلفلس عبد الحميد هذا عبد الحميد عالم عالم كاع بوحدو وري لي اليد ديالك ها عبد الحميد الحديد باين ها هو وري الرجل ديالك الرجل ها هي الرجل والله الا مقيحة ها شو الرجل شو الرجل الرجل وجينا عند السيد المندوب ها الرجل مقيحة إذن هذه الحالة احنا ما كنقولوش انت احنا علاش كنعرضوا على الحالة احنا الحمد لله السيد المندوب جا زارنا في المقر هو والسي الوجيدي والسي مرقوم الله يرحم لكم الوالدين بثلاثه بكم السيد وجدي والسي مرقوم والسيد المندوب والسيد المندوب قالها في حضره السيد عامل صاحب جلاله السيد محمد علي حبوها قال انا شمعه وضي احترق لي وضوء الاخرين انا بغيتك السيد المندوب ونكرها لك الله يرحم لك ذاك الوالد اللي كان يضحك الاطفال الصغار بكل براءه كان يتعمر الوجه مسكين بالدقيق ويبان بحال البهلوان شرفا وكدا واجتهادا و دفاعا عن أبنائه اللي الآن كيشرفوا الله يرحم لك ذاك الوالد مولا الرحام قل على هذا السيد الحديد وقف معاه بما أوتيت من المساطير القانونية ها الحديد فين راه باين في اليد كاع معمر حديد ها الرجل معمر حديد كتكثر بالقيح هذا كذلك راه عندنا في 4 شهور الحديد راه فيه وبينداش حتى هو مسكين راه يدخل لبيت الماء ما يخرجش بها الله يرحم الوالدين هذه رسالة نوجهها للدولة ممتلة في السيد المندوب وزارة الصحة وأنا كل أمل وكل ثقة بان هذه وقفونا مع هاد الناس كما وقفونا مع الناس اللي سابقين والاخوه راهم هنايا الحمد لله مؤازرين بوجوه جميله وعزيزه وهذا الاخ منصوري بغيت اني الخوت الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين بغيتكم انا هذا الشاب ما يفقدش العين العينين رحمه العينين نور العينين هما العالم العينين هما الحياه ما يمكنش انك تخلي انسان يفقد عين وانت قادر تصدق هذا السيد عنده 500000 حنا دروك جا الشاب سيمونير اوريون 24 زاد لنا 250000 اتصلوا بالوالده اتصلوا بالجمعيه ديروا شركاء معاهم حنا الفلوس اللي وصلوا الى ما عطيناهمش وما فتحتوناش ربي يفتحكم الى يوم الدين والدنيا هذا السيد باقي له ان شاء الله شحال الاخ ديالو نهار الخميس الله يرحم الوالدين قبل ما يوصل هذا التاريخ بغيتكم نقدوا هذا الشاب وان شاء الله يمشي فرحان فين في الرباط كازا في كازا ان شاء الله يمشي فرحان لكازا ويدي معاه فلوس تاع الماكله ويدي معاه الوالده والفلوس تاع لوطيل ويداوي على هاد العين لان 3 المليون لحد الان راه واصلين 1 المليون باقي 2 المليون وكان كانت البرجوازيه تاع مدينه بركان تتآزر غير البرجوازيه تاع مدينه بركان الحمد لله واعتقد ان هاد السيد راه عنده واحد العلاقه بواحد الاسم وازن ياك في مدينه بركان ها كاين الا داك السيد تحرك بوحدو اقسم له حتى هو مريض بالعين وكيقدر المرضى تاع العين اقسم لك بالله الترقباب وانا نعرف بانه في هاد الحوايج ما هذا الشيء واللي مارشاريير
الله يرحم الوالدين، نتمنوا ان هذه العمليه تتم وهذا السيد يتنقد، والله يرحم الوالدين اللي تعاون معاه، والله يرحم الوالدين للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يوفقك. امين يا رب.